صباح الخير عليكم. النهاردة هناخدكم جولة مع بعض لسوق الخميس اللي عند الكابلات. طبعا نزلت مترو محطة المظلات، وهتطلعي فوق زي ما انا ماشية بالظبط كده للشارع. فوق هتلاقي فيه كوبري، هتمشي جنبه لغاية ما يقابلك فرن فينو اسمه دهب، او قدامه على طول عربيات رايحة المطرية. الوصف سهل جداً لسوق الخميس الكابلات عند مسجد صفية. ده كده العربيات قدام الفرن بتاع الفينو ده، وركبت العربية اهو رايحة المطرية. قولي له بس انا عايز انزل عند مسجد صفية. مسجد صفية هناك اهو، هتمشي الشارع ده تبقي على ايدك الشمال الكورنيش وايدك اليمين السوق. بقى اول الشارع دخلنا لقينا المعالق اللي انتوا شايفينها دي بالوحده ما شاء الله. يعني كل دي كده معالق، سكاكين، كوبايات، زي ما انت عاوزه، اطباق صيني. المعالق من اول بكام الواحد؟ اول 20 لحد 5. هنا ب 5 جنيه. هنا المعلقه ب 5 جنيه، بس بصوا بقى ب 5 ضعيفه شويه. اللي هناك بكام اللي ماسكه نفسيها؟ بصوا هنا الواحده ب 20 جنيه، بس هنا بقى ايه، تقيله محمله زي ما انتم شايفين. ده كده الاستال ستيل بتاعها. اقول لكم كام، 18 على 8 وميدن شاين. خامتها حلوه قوي وتقيله ما شاء الله. وفي ماركات. لا بصوا ده معيار الربع، ده معيار الربع كيلو ما شاء الله. ليه بتقول محمد؟ دي كده بكام الواحده الصغيره دي؟ بكام الواحده دي؟ ب 10. الصغيره ب 10. ده انا عجبني خامتها كبيره قوي، بس هي كبيره يا صراحه، عايزه مغرفه. خامتها دي جميله قوي. لا ومختومه، مختومه الختم بتاعها ما شاء الله. عجبنا المعيار ده قوي، 60 مللي مكتوب عليه ربع. بصوا دي شوكه من ضمن الشوك، 18 على 10. متهيألي الستال ستيل احسن حاجه 18 على 10. عايزه ابينها لكم بس مش راضيه تبان، مش عارفه ليه. اهي اخيرا باين تحت اهي 18 على 10. بصوا شكل الشوكه ده وشها، دي الستال الصحيح. بصوا جمال الشوك ب 20 جنيه الشوكه، والمعلقه برده ب 20 جنيه. بصوا دي مقصوصه كبيره قد ايه؟ ب 75 جنيه. يعني تعملي طقم توزيع وانت واقفه، الواحده ب 75 جنيه منكم برده. الشنطه دي انا اشتريتها دلوقتي، وانا اللي جايبني ان انا واقفه قدام الكورنيش على طول. جبت الشنطه دي ب 150 جنيه. بصوا كبيره قد ايه؟ الحاجة الوحيدة بقى اللي فيها عيب انها مكسورة من هنا، فقلت عادي ممكن احط حاجة من تحت اخليها يعني تبقى متماسكة، بس كبيرة جدا وعبارة عن سوست اهي زي ما انتم شايفين بتتلم. بصوا احنا عند الكابلات عند مسجد صفية عند عم اسماعيل. عم اسماعيل عنده الشنط دي. بصوا الشنط دي كده عند عم اسماعيل. سألوا بس على عم اسماعيل قدام الكورنيش قدام مسجد صفية على طول في صور خميس الكابلات. بصوا الشنطة دي كده ب 200 جنيه. أنا خدت السودة دي، قلت لكم العيب بتاعها إن ال ما أنا قلت إن ال الأرضية بتاعتها بس اللي مكسورة، ممكن أحط حتة كرتونة تقيلة أو أجيب أبلكاش أحطها فيها، الدنيا هتظبط يعني. المهم إنها حجمها كبير، في ألوان منها أهي، بس خلي بالكم بيبقى فيها ساعات دي فؤاد وساعات لأ. كل دي كده كل ده مكان شنط. بصوا بقى ما بين 500 400 1000 طول ما انت ماشيه. بصوا احجام كل دي شنط برضو يا جماعه، بتبقى وارد من الخارج، حد بيبقى جاي من سفر وخلاص يعني هو مش محتاجها فبيسيبها في الجمارك، فهم بيلموها ويروحوا بايعينها، ده حوارها يعني. بصوا شكل الشنطه دي بفكرني فيلم عادل امام. بصوا دي جلد طبيعي. بصوا انا اشتريت شنطه اونلاين، جاي اوريكم بقى المكان اللي مش اونلاين تيجي تشتري انت مني قدام على طول الكورنيش. بس الشنطه دي حجمها كبير جدا، ممكن الكاميرا تكون مش مبينها كبيره، بس ما بين 1000 و500 400 اقل حاجه اللي انا جبتها ب 200 جنيه. كل ده كده شنط، ده شكلها. ندخل على السباكه بقى. كل الادوات اللي قدامكم دي حاجات سباكه،
حنفيات، هتلاقي الوصلات ما بين كل ماسوره والتانيه. وطبعا اللي انا بتكلم فيه ده اللي عارفه السباك، مش ناس معينه. زي ما انا بقول لكم كده، دي خلاطات، خلاط بالدش، الخلاط بتاع الحنفيه بتاعت الحوض. بصي عجباني قوي الخلاط ده اللي هو بتاع الحنفيه بتاعت الحوض برضو، اللي هي بتغسلي بيه الفاكهه وكده، ده اللي بيتحط جنب الحنفيه نفسها. عجبني، وعجبني خلاط اول واحد ده، قال لي 350 جنيه. انا جالي ذهول وانا واقفه، لان انا عندي هنا سالت واحد قال لي ب 850 و900، هناك قال لي ب 350. بس هو عايز حد سباك يعرف المقاسات، او انت تاخدي الخلاط بتاعك نفسه. المهم اتمشيت شويه، لقيت حد بتاع زي ما انتم شايفين كده، شفاطات ومراوح ستاند ومراوح سقف ومراوح الحيطه. بجد المكان ده اللي ما يروحوش فعلا ما يعرفش حاجه. اتمشي على الكورنيش، كل ده عديت الناحيه التانيه، لقيت على الكورنيش القسم على طول اللي على الكورنيش ده كله عجل، كله عجل، عربيات بيبي، عجل صغير بتاع اطفال. لدرجه ان انا لقيت عجله سباق الكاوتش بتاعها لفت نظري، شبه الكاوتش بالظبط بتاع الموتوسيكل، كبير جدا. بس ما سالتش اسعار بصراحه. لقيت بقى برضو قطع غيار بتاعت العجل، يعني لو انت عندك عجله بايظه او عايز تصلحها وعايز قطع غيار ليها، روح هناك وانت تلاقي قطع الغيار بتاعتها، وممكن تاخد العجله ويغيروا لك وانت واقف قطع غيارها، يبقى احسن لك واحسن للعجله. وكمان الكاوتش موجود، طول ما انت ماشيه على الكورنيش شايفه حاجات بعينك كده عمرك ما شفتيها. المكان ده بجد بجد اقيم من الوكاله. الوكاله دلوقتي بقت ثلاث ارباعها. ما زلنا قدام الكورنيش على طول، وفي ظهري مسجد صفيه. بصوا بقى كل الشنط دي شنط مدرسه، انا مش هقول لكم انها جديده، هي مستخدمه، بس كل شنطه ليها سعر. عايزه اوريكم انها كلها بترولي، كلها بترولي بتاعتها. بصوا ده كده شكلها، في كام شنطه كده عاجبني. بصي شكلها جميل جدا، بتفتح ازاي. انت قلتي من اول 150، من اول 150 لغايه اقل حاجه ايه؟ عشان ما نمشيش معاك يعني، من اقل حاجه 150 و200. انا قلت لك 130 ولا في اقل؟ عادي. بصي الشنطه دي عجباني جدا، لانها بتتفتح كده سهله، عامله زي الدفتر. بصوصة واحدة وبالترولي برضه. بصوا الترولي 150. بصوا دي جميلة جدا، 150 والله العظيم، ثلاثة حلوة قوي عليها، سعر 150 جنيه على دي، حلوة قوي يعني. حلوة دي الإعدادي، مش هقول لك الابتدائي، لا حلوة جدا، وشكلها شياكة اهي، وده شكلها، وب 150 جنيه، ما بين 150 130. الصغيرة دي بتاعت الحضانة دي تعمل كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه دي ب 75 اخرها يعني؟ اخرها 75. ما تتكلميش في الشنط تاني.